العديد من العائلات طبعا بتتراوح نسبة الانتشار بين مجتمع وآخر. مثلا الأجانب ما بيدلعوا خالد، بيكون بيختصروا الاسم. اوكي، ما بيدلعوا كدلع كسوسو لولو، لا خلودي، لا باختصار جوناثان جون، الكسندر اليكس مثلا، هاي الاجانب. نحن العرب لا، دائما في عندنا اسم دلع للطفل، كثير نحن العرب عندنا. اراء الناس بتختلف بين مؤيد ومعارض لها، رح نتابع بعض من اراء هذول الناس وخلينا نشوف بعدين شو رح نحكي اكثر عنهم. لا كان نادوني غص، اقول لهم غص بالكم مثلا. في واحدة ثانية صعبة شوية كنت كانت تزعل كثير. لا هاي صعبة. شو هي كنت تزعل منها؟ بعرفش كنت تزعل منها، خلاص انسى. شو هي يعني غسان؟ شو كان ينادوك؟ كان ينادوني غسالة. طب وانت شو كان ينادوك؟ انا كان ينادوني غطاس، وانا صغير كان ينادوني غطاس، بس هسه صار ينادوني دودي. دودي دودي يعني ممكن يظل مرتبط معك اسم الدلع مدى الحياة. يسمونه حسام كلغوني ايش؟ حصرم، والحمد لله رب العالمين وسلامة خيرك يعني. عندي ابني زيد بدلع شيرو، تسألنيش ليش شيرو. والله أنا اسمي رانيا، بس أنا صغيرة بدلعوني رنوش، كتير بحب هذا الاسم وبنبسط كتير، مع إني صرت يعني أم وأم أولاد ومسؤولة، بس لكن بس حدا يدلعني بالعكس بنبسط جدا جدا جدا. بس أنا ضد الحكي هذا. لولو كان يقوله، بس وائل دايما يمكن لولو. كل عيلة من دول أحمد دلع تعال، وأنا اسم عامر يعني. كل عيلة من دول أحمد دلع تعال، وأنا اسم عامر يعني. يعني ما اعتقد في سن معين يعني. اسمي فارس بس كانوا يدلعوني فروس. انا اسمي تهاني، وانا صغيره كانوا يدلعوني تونا، شوي شوي صار ينادوني توتو، شوي شوي صار ينادوني تهونه. انا بنبسط لما نادي حدا، بس لما حدا يناديني بزعل. انا اسمي محمد، بدلعوني مودي، حتى اسم امي منتهى بدلوها نهايه. ما في سن معين للدلع، ليش؟ حلو كتير الواحد انه يضل بينه يعني، دائما يحس حاله انه شباب، دائما انه يحس حاله يعني انه روحه حلوه ويتدلع. يعني بغير الواحد يعني، بضلش نفس اسمه محمد محمد محمد. انه مش منطق واحد اسمه مثلا محمد ينادوه محمح او حيمو او كذا، يعني لغايه سن المراهقه فقط. ينادوني قرقور وصفرود زي هيك، قرقور وصفرود، قرقور وصفرود. الدلع هو مطلوب يعني حتى الطفل يفرح. بنبسط كثير لما يدوني التوتة. ليش؟ لأني هيك بحس يعني يعني بفرح. حلوة أسماء الدلع، تغيير يعني للإسم، نفس الوقت حلو إنه الواحد يحس إنه بتدلع يعني إنه بتشكل باسمه وبتغير. ولا بدلعون ولا شيء. لولو عادي، ما في مش إشي بضر أو إشي عيب يعني، شايفه إشي عادي. بين الأب والأم والولاد ما في سن طبعا معين، ضلهم يدلعوا لكبر. نونو بتحب لما ينادوك نونو؟ لا شطور.